أيضا معي رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج للحديث ما تسبب علي هذه الحادثة تلك السيول أيضا في الأفلاج، الأستاذ قنيان العمار. كل عام تب خير ومساء الخير أستاذي. مرحبا، مساء الخير للجميع. أول شيء أشكر قناة الإخبارية على الاستضافة، وفي هذه المناسبة أن أنتهز الفرصة أن أرفع آية التهاني وتبركات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجوح هذا الحج المبارك. هذه الحالة المنطرة، أنا بسألك هنا، المصور قال هذه ما هي بأول مرة تحصل، هل كانت بالفعل هذه السيول كانت مفاجئة ونادرة في مثل هذا التوقيت؟ نعم، أول مرة في الحالة المنطرة هذه تجي الأفلاج من تقريبا 50 عام، حيث أن وقتها وقت الخريف، وقت الحر جاية أو في القيض كبار، والحالة الممطرة هذه جاتنا بحمد الله، نحمد الله ونشكره أن ينزلها وينفع بها البلاد والعباد، اللهم آمين. ما هي الأضرار التي ألحقت بها السيول على تلك المحافظة؟ والله الأضرار من ناحية الأضرار على الطرق الموصلة إلى البديع وإلى الفراشة، هذه سببت أضرار لانقطاع الطرق لها. انقطاع طرق فقط؟ نعم، انقطاع طرق وبعض المنازل، بعض المنازل أتت لها السيول قوة من الجبال، والأمطار يوم السبت اللي أتت جات نزلت بقزارة. شاهدنا أيضا مشاهد تكاتف أبناء المحافظة مع الدفاع المدني لتيسير حركة السير، كيف رأيتموها أنتم؟ والله الدفاع المدني قام بواجبه وهذا واجب عليه ولا قصر، ومشاركة رجال البلدية بعد معهم بالمعدات في إزالة العقوم وفتح مع المعابر السيول، والمجلس قام والمجلس البلدي قام هذه الأيام بمتابعة الأعمال التي تقوم بها البلدية بعد الحالة الممطرة الغزيرة التي سببت أضرار على هذه المحافظة، وتسجيل الملاحظات لإدراج جلسة لها وتعدي الأخطار العافية القادمة بمشية الله. ما هي الأعمال التي قمتم بها خلال هذه يعني في خلال الأجواء واللي صاير فيها مع السيول؟ قام المجلس بمتابعة أعمال البلدية التي تعمل إليها البلدية بإزالة الحكومة التي توالي الطرق والمعابر التي متسكرة، منافذ المياه. هل فتحت المعابر ولا إلى الآن؟ لا مفتوحة، وزالت الأتربة التي مسكرت فيها يعني فتحت جميع المعابر أستاذ قنان؟ نعم، فتحت كلها مفتوحة والسيول في مجراها، بس فيها ملاحظة، فيها بعض الأخوة المواطنين أهل المزارع اللي يولون الطرق مسوين أعقم تربية على الخط، وهي اللي سببت ازدحام على تغيير مسار الماء، تغيير مسار السيول من مجراه إلى مجرى ثاني، وهذا سبب إيش؟ وسببت خطورة على الطريق وانقطع الطرق. طيب كيف يمكن تفادي حدوث هذا الحدث مرة ثانية؟ المجلس قام بملاحظة متابعة البلدية بما قامت به عملها وتسجيل ملاحظات لتعدية الأخطار الآتية، والمجلس إن شاء الله قائم بعمله لتعدي الأضرار المقبلة بمشيئة الله. أهل المحافظة سووا مبادرات مع هذه السيول، كيف كان تعاونهم معكم؟ ما
ما قصروا أهل المحافظة، أهل المحافظة هم أهل، هو الرجل المواطن رجل الأمن. اطلعتوا على المبادرات اللي طلعوها أهل المحافظة؟ نعم، قام كما قام المجلس بإصرار كتاب بين فيه مخاطر السيول وتوثيق الصور ومجاري السيول واتجاهها ووضع كثير من الحلول لها. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ جنان العمار رئيس المجلس البلدي محافظة الأفلاج، يعطيك العافية.